مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى المحور الأول من برنامجكم ثنايا الخبر، نناقش فيه الاجتماع الثلاثي في إسرائيل بين روسيا أمريكا وإسرائيل لمناقشة الملف السوري وخاصة الدور الإيراني. نرحب مرة أخرى بضيوف محورنا الأول، المحلل السياسي السوري زياد المنجد والمحلل السياسي السوري قاسم العبودي. تباينت وجهات النظر بين روسيا وأمريكا من الوجود الإيراني في سوريا وما نتج عن التوترات في الخليج العربي مؤخرا، وذلك في القمة الأمنية الثلاثية التي تجمع مستشاري الأمن القومي لأمريكا وروسيا وإسرائيل بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. نتابع معا التقرير التالي. في القدس يرتاح التناقض وليس ينكره الكرام. فعلا فالتناقض بين الموقفين الأمريكي والروسي واضح جلي في القمة الأمنية الثلاثية التي تعقد في القدس وتجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإلى جانبه مستشاره للأمن القومي مائير بن شبات ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، بالإضافة لوزير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، بهدف مناقشة الأوضاع الأمنية في ظل ما يجري في سوريا والتوترات القائمة في منطقة الخليج. نتنياهو أبرز أن إسرائيل وجهت ضربات لإيران في سوريا بهدف منعها من إنشاء قوة عسكرية متمركزة هناك. كما تعلمون فإن إسرائيل تحركت مئات المرات لمنع إيران من التموضع عسكريا في سوريا في الوقت الذي دعت فيه علنا وصراحة لتدميرنا. أما مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أكد على أن مواجهة إيران ستكون بكل السبل، مثل العقوبات الاقتصادية وخيارات أخرى دون أن يفصح عنها. يعقد هذا الاجتماع في وقت حرج تثير فيه إيران ومن معها الاستفزاز. نرى إيران مصدراً للعدوان، تساعد المنظمات الإرهابية وتمولها. لقد عرض الرئيس ترامب إجراء محادثات، وكل ما هو مطلوب من إيران هو الموافقة على هذا العقد. من جانبه بيّن وزير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن بلاده ستطلع إيران على ما ينتج عن هذه القمة لأنها لاعب رئيس في المنطقة. فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، تعمل روسيا وإيران معا وتستمعان إلى بعضهما البعض. ندرك قلق إسرائيل ونأمل في إزالة التهديدات، لكن يجب علينا أن نتذكر أيضا مصالح القوى الأخرى في المنطقة، والتي إذا تجاهلناها فلن نحقق نتائج، كما وندعم انسحاب القوات الأجنبية من سوريا. وتبقى زوايا الرؤية التي تخص إيران مختلفة من قبل الدول الكبرى، خلاف الحليف والعدو يظهر في تصريحات المستشار الأمريكي والوزير الروسي الباحثين أولا وأخيرا عن أمن إسرائيل. طبعا للتصحيح مشاهدينا الكرام، ضيفنا الأستاذ قاسم العبودي الكاتب والمحلل السياسي، هو محلل سياسي عراقي وليس سوري، اعتذر طبعا هذا الخطأ، وهو ضيفنا من بغداد، حياك الله. وأيضا حياك الله الأستاذ زياد المنجد الكاتب والصحفي السوري من لندن. أستاذ زياد ضيفنا من لندن، لو بدأت معك، يعني ما هو سقف التوقعات من الاجتماع الثلاثي اليوم في إسرائيل؟ أولا تحية لك ولجميع المشاهدين، ونبدأ في هذا الاجتماع، والعجيب أنه يعقد في القدس. الهدف من الاجتماع ما يقولون هو معالجة أو رسم السياسة المستقبلية لسوريا في هذه الدول الثلاث، روسيا وأمريكا والكيان الصهيوني، يحاولون رسم سياسة مستقبلية لسوريا. وهناك أنباء تقول على أن صفقة تجري بين أمريكا والكيان الصهيوني مع روسيا من أجل الاعتراف بشرعية النظام السوري و الاعتراف بمصالح روسيا بسوريا، مقابل أن تعمل روسيا على إخراج الإيرانيين من سوريا. طبعا هذا هو المعلن، ولكن
حقيقة الأمر أن الأمور تجري عكس ذلك. أمريكا وروسيا هي أزرع للكيان الصهيوني في سوريا، وتحاول هاتين الدولتين أن تحقق أمن إسرائيل. كل العمل الذي يجري الآن هو من أجل أمن إسرائيل واستمرار أمن إسرائيل. لا نستغرب إذا قلت لك، وقد يستغرب البعض، أن وجود النظام السوري منذ عام 1967 إلى الآن هو لحماية أمن إسرائيل. ضحى بالجولان، قمع الشعب وحيد إرادته، وحفظ وضمن أمن إسرائيل طيلة هذه الفترة، وأتى الوريث بمباركة أمريكية لأمن إسرائيل. كلنا يعلم أن رامي مخلوف عندما بدأت الثورة السورية قال إن أمن إسرائيل من هذه النقطة تحديدا. يعني هي في بداية تقريرنا في يعني بعد الفاصل وفي الجزء الثاني، وسوف تتحدث أيضا عن هذه النقطة، ولكن حضرتك يعني أثرت أكثر من نقطة. اسمح لي أنتقل لضيفي الأستاذ قاسم العبودي من بغداد لنرى ما هو رأيه حول هذه النقاط التي طرحتها، وما الذي يجمع بين روسيا وأمريكا وإسرائيل اليوم بخصوص سوريا برأيك أستاذ قاسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولمشاهدي قناة حلب اليوم الفضائية وللضيف العزيز. وعليكم السلام. حقيقة أنا يعني الصوت غير واضح، يعني لم أسمع النقاط كاملة. طيب أنا أحاول تلخيصها بسطر أو سطرين. يعني ضيفي قال إن هذه البلدان الكبيرة يعني اجتمعت اليوم في إسرائيل، واشنطن، موسكو، من أجل بحث أمن إسرائيل والقيام بصفقة ما في المنطقة من أجل أمن إسرائيل، ويبدو أن هذه الصفقة هي الإبقاء على نظام الأسد وحماية أو إعادة شرعنة نظام الأسد، رغم كل ما جرى منذ عام 2011 لم يوجد أي نظام في العالم حمى إسرائيل كما فعل نظام بشار الأسد الذي يعني تم توريثه بمباركة أمريكية. هذا أبرز النقاط التي قالها ضيفنا زياد، الأستاذ زياد عفواً. تحية لكم والأستاذ زياد. طبعا حقيقة كما قلت لك الصوت هناك غير واضح، لكنه سمعت يعني بعض الكلام الذي تفضلتم به حضرتكم. الموضوع يبدو أنه يتعلق بأمن إسرائيل. نحن نعتقد اعتقاد جازم أنه إسرائيل سوف لن تنعم بالأمن ولن تنعم بالأمان ما دامت هي مستولية على أراضي الدول العربية. يعني بالأمس اقتطع السلطان ووهب ما لا يملك. يعني قبل كم يوم قام ترامب الرئيس الأمريكي باقتطاع الجولان، الجزء العربي الإسلامي السوري، وأعطاه هدية إلى الكيان الصهيوني. بأي مقياس يقيسون الأمن هؤلاء؟ يعني أرض مغتصبة وتعطى إلى كيان غاصب وينادون بالأمن؟ سيد الكريم، نحن نعلم جيدا أن العقيدة اليهودية التلمودية التي تقول أن إسرائيل دولة كبرى من النيل إلى الفرات، يعني الفرات يعني النيل هسه معروف النيل، لكن الفرات يعني حقيقة يعني هناك ثلاث دول متشاطئة عليه، تركيا وسوريا والعراق. لا نعلم ما المساحة الجغرافية التي تعني بها دول إسرائيل الكبرى التي يعني نعتقد أنها لن تقوم. سيد الكريم، الأمن الإسرائيلي أمن هش، وهم حقيقة يعني ضعفاء جدا وأوهن من بينة العنكبوت. لا نعتقد أنه أي قمة كانت أو أي اجتماع كان سوف يعيد أو يشعر المواطن الإسرائيلي بالأمن والأمان ما دامت هذه الدولة تحتل أراضي دول عربية كثيرة. طيب هذا موضوع ربما لوحده يطول ويطول عن الاحتلال الإسرائيلي كما تفضلت حضرتك للأراضي العربية ولأكثر من دولة عربية، والصراع العربي الإسرائيلي الذي لم ولن ينتهي ربما. لكن العودة إلى الاجتماع الذي يجري في إسرائيل، يعني ما أريد أن أخذه من حضرتك أو أستفيد من وجودك معنا به هو أن تقول لنا كيف سينعكس هذا الاجتماع على الملف السوري. هل هنالك ربما إنهاء للوضع الحالي أو للحرب في سوريا؟ نحن طبعا نتمنى، والأمنيات لا تكفي، نتمنى أن تنتهي الحرب في سوريا الحبيبة، يعود الأمن والأمان مرة أخرى إلى الشعب السوري. نتوقع أنه يعني النتيجة الحتمية أو النهائية، يعني مهما طال الزمن، أنه المجاميع الإرهابية نعتقد سوف تندحر في سوريا، وسوف يعود الشعب السوري إلى ما كان عليه.
هذه الأشياء يا سيدي إذا لم تتضافر جهود عربية وإسلامية من أجل سند ودعم الشعب السوري في محنته، لا أعتقد أنه يعني سيكون هنالك من 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 استقرار لهذا البلد الذي عانى الويلات. على كل حال نعتقد أنه هنالك خارطة سياسية ترسم في المنطقة طبعا بقلم أمريكي وبتطبيق يعني للأسف الشديد أذرع الأمريكية في منطقة الخليج العربي. يعني يبدو أنه ورشة العمل المزمع قامتها غدا في البحرين، الاجتماع الثلاثي الذي يعقد في ما يسمى بإسرائيل في دولة الصهاينة، كل هذه حقيقة يعني يبدو أن هنالك سيناريو يعاد في المطبخ الأمريكي ويقدم طبعا بخارطة جديدة للمنطقة العربية ابتدأوها بسوريا وأعتقد أنها لن تنتهي لا في سوريا ولا في العراق ولا حتى في أمريكا. نعم، على الأحوال سوف نذهب مع حضرتك ومع ضيفنا الأستاذ زياد إلى فاصل قصير ونعود لمتابعة نقاشنا. مشاهدينا لا تذهبوا بعيدا، فبعد الفاصل ما أثر الدور الإسرائيلي على الملف السوري وكذلك على عموم ثورة السوريين؟ ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، حياكم الله إنما كنتم. تحدثنا في بداية المحور عن الاجتماع الثنائي أو الثلاثي في إسرائيل بين روسيا وأمريكا وإسرائيل لبحث الملف السوري. اعتبر رئيس مجلس الأمن القومي الروسي أن استتباب الأمن في إسرائيل يتطلب استتباب الأمن في سوريا. نتابع التقرير التالي ونعود للنقاش. نقطة أول سطر. أمن إسرائيل من أمن سوريا، قالها رامي مخلوف للإسرائيليين قبل 8 سنوات، واليوم يكرر الروس العبارة ذاتها. أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف وخلال إيجاز صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن موسكو تعير اهتماماً كبيراً لضمان أمن إسرائيل، مشدداً أن تحقيق هذا هدف يطلب استتباب الأمن في سوريا. المسؤول الروسي يشارك اليوم بالقمة الثلاثية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون
ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شابات على أن يبحث الخطوات التي لا بد من اتخاذها لإحلال السلام في سوريا واستكمال ما أسماها القضاء على فلول الإرهابيين وإعادة الإعمار الاقتصادي والاجتماعي على حد تعبيره. وفي المقابل فلا يبدو أن شيئا يتعارض مع المصالح الإسرائيلية سوى التواجد الإيراني، وقد تجلى ذلك خلال تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حين أكد أن إسرائيل تعمل ضد تثبيت التواجد الإيراني في سوريا ولمنع نقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله، مضيفا أن إسرائيل ستواصل منع إيران من إنشاء برامج لمهاجمتها، شاكرا روسيا على التنسيق مع بلاده. قمة أمنية يرى مراقبون أن عقدة المنشار بين أطرافها الدور الإيراني في سوريا وكيفية إنهائه. بعد سنوات عملت فيها إيران على تجذير وجودها على كافة الأصعدة. طبعاً معنا أذكر بضيفنا الكرام الأستاذ قاسم العبودي الكاتب والمحلل السياسي من بغداد، والأستاذ زياد المنجد الكاتب والصحفي من لندن. بالعودة إليك أستاذ زياد ضيفنا من لندن، ما هو تعليقك على التصريحات الروسية للإسرائيليين موجهة ربما لا يمكن أن يستتب الأمر في يعني إسرائيل ما لم تستتب الأوضاع في سوريا؟ يعني لنذكر قبل كل شيء أن إسرائيل على الجبهة السورية وبعد أن عقدت اتفاقيات سيناء وكامب ديفيد ووادي عربة في الأردن أصبحت تنعم بالأمن والأمان منذ عام 1974 إلى عام 2011 عندما أثار الشعب السوري ضد النظام ومن أجل استعادة حريته المسلوبة منذ 5 عقود، طبعا بدأ المسؤولون السوريون ومن يتبعهم وكما ذكرتم في تقريركم مخلوف ليذكر إسرائيل أن أي تغيير سياسي في سوريا سينعكس سلبا على أمن إسرائيل، ولذلك استدعت إسرائيل يعني الروس والأمريكان. أنا قلت لك منذ البداية أن الروس وأمريكا هم ذراعان للكيان الصهيوني للعمل، ولا أستبعد أن تكون إيران هي ذراع. التواجد الإيراني هو مطلوب تواجده في كل المنطقة العربية، وهنالك اتفاق تحت الطاولة. عندما نقول أن إسرائيل تحاول تفتيت المنطقة، الإيرانيين هم الأقدر على تفتيت المنطقة من خلال بس الطائفية، ولذلك التواجد الإيراني مطلوب ولكن دون أسلحة. وكما ذكرتم في تقريركم نتنياهو يقول أنهم ضربوا التواجد أو القواعد العسكرية، يريدون تواجد إيرانيا بعقيدة طائفية لتبوس التفرقة بين الشعب السوري، ولكن لا يريدون أن يمتلك الإيرانيين أسلحة لأنهم لا يخافون من أن تستخدم إيران الأسلحة ضد الكيان الصهيوني، ولكن يخافون أن تقع هذه الأسلحة بيد من يعادي إسرائيل بشكل نعم. طيب دعني أنتقل لضيفنا من بغداد الأستاذ قاسم. يعني أستاذ قاسم، كيف تعلق أيضا حضرتك على تصريحات رئيس مجلس الأمن القومي الروسي بخصوص أمن إسرائيل وسوريا؟ أعتقد جازمين أن التواجد الروسي في سوريا جاء نتيجة اتفاقية استراتيجية أبرمت بين الحكومة الروسية السورية والحكومة السورية بين سوريا وروسيا، يعني اتفاقية. نعم، أبرمت يعني بطلب من الحكومة السورية على ما تقول، واتفاقية بين سوريا وبين روسيا. سيدي الكريم، الحكومة السورية طلبت من الحكومة الروسية التواجد على الأراضي السورية وبقطاع الشرعي، يعني الحكومة هي التي من طلب ذلك. أيضا هنالك اتفاقية استراتيجية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحكومة السورية، نتج عنها دخول مستشارين إيرانيين إلى سوريا. هذه المعطيات حقيقة الكثيرة التي يعني أو التواجد الأجنبي غير السوري في الأراضي السورية تم بصفة شرعية وقانونية وحسب اتفاقات مبرمة بين سوريا وهذين البلدين. الأخوة الإيرانيين يعملون على الأراضي السورية وفق رؤية وعقيدة معينة،
أما القوات الروسية اللي تعمل على الأراضي السورية تعمل برؤى يعني حقيقة مغايرة للرؤية الإيرانية. هم صح يتفقوا بالنتيجة النهائية أن هنالك مصالح مشتركة تقتضي تواصل السوريين الروسيين والإيرانيين في ساحة سورية. طيب ممكن توضح لي، أنا فهمت قصدك ربما، ولكن حضرتك يعني تحدثت بلغة حمالة أوجه ربما، يعني حبذا لو توضح لسادة المشاهدين ما طبيعة أو ما مصلحة العقيدة أو كما وصفتها أو التدخل الإيراني في سوريا، وما مصلحة وما هدف الروس من وجودهم أيضا في سوريا ببساطة هكذا. ببساطة شديدة، الروس تواجدهم داخل الأراضي السورية ليقولوا لأمريكا نحن موجودون ونحن لسنا ضعفاء كما تدعون ونحن لازلنا بقوتنا كما كنا في الاتحاد السوفيتي السابق. أما التواجد الإيراني على الأراضي السورية هي للحد من الانتشار أو لكسر المعادلة التي تقول إسرائيل الكبرى من النيل الفرات. هذه المتبنيات العقائدية وإن كانت مختلفة بالرؤى ما بين الروس والإيرانيين، لكن النتيجة على أرض الواقع أنه فعلا يعني المجموعتين الروسية والإيرانية قد أقفوا زحفرها داخل الأراضي السورية، وهم على وشك أن تحرر يعني سوريا بكاملها من هذه المجاميع الإرهابية. طيب. تبقى مسألة الأمن الإسرائيلي. نعم تبقى. هنالك السؤال يعني عن هذه التفصيلة تحديدا، يعني النظام وإيران يتحدثان عن المقاومة والممانعة بوجه إسرائيل، وحضرتك يعني منذ بداية مداخلتك يعني تتحدث عن أنه إسرائيل هي تحتل أراضي عربية ويجب مقاومتها. بنفس الوقت روسيا التي طلبها النظام، وقلت حضرتك أنه دخلت بشكل شرعي بطلب من النظام السوري أو الحكومة السورية على ما تقول، تتحدث عن أمن إسرائيل وما ولا يهمها إلا أمن إسرائيل. طيب السؤال، وجود روسيا في سوريا على الأراضي السورية بصالح من؟ لصالح من؟ هل هو لصالح المقاومة؟ سمعت الصوت غير واضح. طيب سأعيد السؤال عليك، النظام وإيران يتحدثان عن المقاومة والممانعة ضد إسرائيل، روسيا لا يهمها إلا أمن إسرائيل وهي اليوم في إسرائيل، إذن وجود القواعد الروسية ووجود روسيا على الأراضي السورية وتحكمها بكل المفاصل السورية لصالح من برأيك؟ هل هو لصالح المقاومة؟ نحن نعتقد أنه التواجد الروسي على الأراضي السورية والقواعد العسكرية الروسية على الأراضي السورية هي أولا جاءت نتيجة اتفاق بين الحكومتين، هذا مبدئيا يعني هذا المعلن، لكن يبدو أن هنالك تحت الطاولة اتفاقات معينة بين الجانب الروسي والجانب السوري على أنه يكون هنالك حد فاصل بين التواجد الإيراني وخطوط التماس الإسرائيلية. يعني روسيا ليس لديها عقائد إسلامية حتى تعمل عليها، روسيا جاءت من أجل مصالح أمن قومي أو مصالح اقتصادية روسية في المنطقة العربية، لكن إيران عكس ذلك تماما، التواجد الإيراني في الأراضي السورية هي للحد وللوقف يعني بصد ممانع من أجل أنه لا تتمدد ما يسمى بالدولة الإسرائيلية أو الكيان الصهيوني الغاصب. طيب. وأن يقوم دولة الكبرى من الفرات. طيب. إلى النيل. هناك صراع عقائدي أيديولوجي بين القوات الحكومية الإيرانية والإسرائيلية. أنتقل الوقت تقريبا انتهى، دعني أستفيد أيضا من وجود بقية أقل من دقيقة ضيفنا الأستاذ زياد المنجد. السؤال، كيف تقاطعت برأيك المصالح الإسرائيلية الروسية بوجود وببقاء بشار الأسد يعني في سوريا؟ كما قلت لك، أمن إسرائيل هو أهم شيء في المنطقة، واستمرار نظام الأسد هو ضمان لأمن إسرائيل، وجود الإيرانيين هو ضمان لأمن إسرائيل، ووجود الأمريكان. طيب هل هنالك من يقول، مفهومة أيضا هذه النقطة، هنالك من يقول إن خروج الإيرانيين يعني انهيار النظام، هل تتفق مع هذا الطرح؟ لا، لن ينهار طالما روسيا وأمريكا يريدان بقاء واستمرار النظام، والصراع سيستمر إلى فترة طويلة، ولذلك لا تتوقع أن النظام له دور يعني مستقبلي، ولذلك يجب أن يلعبوا وكل الأمور،
وضيفك يقول أنهم أن الإيرانيين مستشارين وجدوا من أجل مقاتلة الإرهاب. طيب. أنا أقول لضيفك عزيز أن هناك 54 ميليشيا طيب. إيرانية انتهى. وأفغانية بعثت نعم. من إيران على كل مقاتلة الشعب السوري. نعم انتهى الوقت تماما، وأرجو في حلقات مقبلة تكون حضرتك ويكون ضيفنا أيضا من بغداد الأستاذ قاسم لنتحدث بشكل أكثر ربما. أشكرك جزيل الشكر أستاذ زياد نجد الكاتب والصحفي، كنت معنا من لندن، وأشكرك أيضا جزيل الشكر ضيفنا من بغداد الأستاذ قاسم العبودي الكاتب والمحلل السياسي. شكرا لكما لحضوركما أيضا أو مشاركتكما معنا في هذا المحور. مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير محور جديد، هل تنفجر الأوضاع مجددا في محافظة درعا وما مصير الشبان عقب انتهاء مهلة التسوية؟